أتعبت في تربيتي خلوقي وأدبي وكذا راحتي نورت لي دربي. نحبك يا أمي ونحبك يا أبي حبكم يجري في دمي. مرحبا 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 بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جناحنا. الأولياء عندهم تساؤلات عديدة وحنا نجيبوا مختصين باش نجاوبكم على هذه التساؤلات هذه باش تربي ولادكم بالطريقة السليمة. ولادكم اللي هم أولادنا وراهم تحت جناحنا كذلك. موضوع اليوم موضوع مهم هو موضوع الختان، وحنا في شهر رمضان المعظم الناس تحب تختن ولادها، ولكن احنا اليوم مع أخصائيين راح نتكلموا على الختان هذا كيفاش يكون، وقتاش، أي سنة، شحال يكون الطفل، شحال في عمره، سنه، كيفاش المكان اللي نديروا فيه الختان من الجانب الديني، الجانب الاجتماعي، راح نجاوبوا على قال الأسئلة تاعكم. واليوم راح يرافقني الإمام طهري عبد الباسط المعروف بعبد الباسط الجزائري. تفضل أستاذ. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك أستاذ. تفضل تفضل تفضل، شرفتنا شرفتنا أستاذ. تفضل تفضل. كذلك راح ترافقني الطبيبة مختصة في جراحة الأطفال دوادي ريم. تفضلي مدام. تفضلي مرحبا بك، شرفتينا مدام. مرحبا بك مرحبا بك، الله يخليك. مرحبا بك مرحبا بك. ومعنا كذلك السيدة حريش أمينة أخصائية اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل. مرحبا بك مدام. مرحبا بك، شرفتينا شرفتينا. مرحبا مرحبا. معنا كذلك تجربة حية، في كل مرة نجيبوا ولي أمر. اليوم معنا الأم صالحي ليلى. مرحبا بك مدام. مرحبا بك. تفضلي مدام، شرفتينا شرفتينا شرفتينا. في كل حصة نستضيف طفل ولا طفلة يجي يدير الواجبات المدرسية تاعو في هذاك المكتب الجميل اللي وجدناه له. اليوم معنا الطفل زكريا 8 سنوات. تعال 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 زكريا. واش راك وليدي؟ لاباس زكريا؟ لا. واش راك؟ شحال في عمرك؟ 8 سنوات قلنا؟ نعم. واش سنة تقرا؟ سنة الثالثة. ثالثة، شاطر أنت في القراية؟ شحال جبت معدل؟ 17. واو هاي هاي وليدي، برافو برافو. انت منظم في الواجبات المدرسيه تاعك ولا حتى يقول لك راح تقرا؟ تقرا وحدك؟ تنظم وقتك وكامل، تلعب شويه في نهايه الاسبوع نهار الجمعه ولا السبت تلعب شويه مع اصحابك وكامل، ولكن تدرس تعرف تنظم وقتك. برافو وليدي برافو. اذا نروح للمكتب هذاك دير الواجبات المدرسيه تاعك. انتم يا اطفال كذلك هذا هو الوقت اللي تروحوا فيه ديروا الواجبات المدرسيه. شكرا شكرا. مرحبا بكم مرحبا بكم في هذا الموضوع هذا. احنا الختان ولا الطهاره كما يقولوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الجزائري، يعني الشيء معروف وكامل، ولكن رانا اليوم هنا باش نوضحوا للناس بعض التساؤلات، يعني عندهم تساؤلات احنا نجاوبوا عليهم شويه من الجانب الديني، من الجانب الطبي، من الجانب الاجتماعي. وعندنا كذلك تجربه حيه، ماذا بينا نعرفوا هذا الختان هذا. نبدا بك السيد عبد الباسط الجزائري، في من الجانب الديني حبينا نعرفوا هذا الختان هذا كيفاش يكون ووقتاش يكون والمحل تاعو يعني من ديننا الحنيف. تفضل استاذ. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ايها الجمع الطيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الختان هو سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسنة إبراهيم عليه السلام، وأول من قام بعملية الختان هو آدم عليه السلام، والذي أحياها إبراهيم عليه السلام. وكانت موجودة في المجتمع الجاهلي، هذا الختان كان موجودا وكان سائدا، وكان كذلك موجودا في عبر يعني المجتمعات الإنسانية جميعا، إلا أنه في بعض المناطق من العالم مثلا كأوروبا الآن، بعض البلدان في أوروبا يمنعون الختان. وقبل أيام قام بعض المسلمين واليهود بمظاهرات ضد منع الختان في ألمانيا.
هذا الختان هو سنة سنة، وفي مذهبنا المالكي هو واجب، الختان واجب، ولذلك سنة مؤكدة كما يقول، مؤكدة نعم، ولذلك الإمام مالك لا يقبل شهادة غير مختن أو إمامة. هذه غير كنت حاب السؤال، يعني السنة نعم، ومن لأنها جزء من الرجولة. لا يقبل شهادته ولا يقبل إمامته، فبالتالي هذا الختان هو سنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، أولها الختان، ثم الاستحداد، ثم نتف الإبط، ثم تقليم الأظافر، ثم قص الشارب. أولها الختان، هذا الختان من الفطرة كما قال الإمام النووي رحمه الله. الفطرة هنا مقصود بها السنة، يعني من السنة أن يختتن الإنسان. عندنا في مجتمعاتنا الإسلامية بعض المجتمعات تختن الطفل في سن أسبوعه الأول مع العقيق. سمعت بلي حتى في الولادة يعني. نعم في أسبوعه الأول نعم. ومنهم من يقول أنه كلما كان هذا الصبي صغيرا كان أحسن، لكن عندنا في المالكية يقولون بأنه في سن 6 سنوات 7 سنوات الأفضل والأحسن. لكن هناك يعني الأحسن والأفضل أن الطفل عندما نختنه وهو صبي ليس له تمييز، لا يميز بين هذه عملية قد تؤثر فيه مثلا، أو يشاهد الدم كيف يسير بالضبط أو يتألم فإنه ينسى بالضبط ولا بالضبط يؤثر ذلك الختان في شخصيته أو في نفسيته بالضبط بالضبط. أما إذا كان كبيرا مثلا في سن 6 سنوات 7 سنوات فإنه لا ينساه أبدا، ما ينساه. وإذن فالأحسن أن يكون الختان في سن أصغر مبكر شوية. إيه والله أعلم. الله يبارك. والحديث بقية. الله يخليك الله يخليك. دكتورة ريم دوادي مختصة في جراحة الأطفال، حبينا نعرفوا الناس، يعني أغلب الجزائريين، الأستاذ قال لك مليح أن الختان يكون في سن مبكر، حبينا نعرفوا هل الجزائريين يختنوا أولادهم في سن مبكر، وحبينا نتكلموا كذلك عن طريقة الختان. إحنا سمعنا بكري بلي كانوا يختنوا من دراري في السوق، يعني يروح للسوق ويختنوا، يعني كارثة، واحد يعيش واحد يموت، واحد يعني كارثة كبيرة. حبينا نعرفوا اسكو هاد لي براتيك هادو مازالهم، باسكو على بالي بلي كي تصرا كومبليكاسيون راح يجيبوه لكم ليكم، يعني حبينا نعرفوا هل تلقاتك هذه في العمل تاعك، هل سمعتي بها، هل يعني الجزائريين دركا واعيين بلي لازم ياخذ وليده للعيادة الطبية باش يكون تحت مراقبة وكامل، ولا مازالوا هكذاك يعني الختان شغل الانسيان شغل بكري قال يجيب الختان كما يقولوا، يجي الختان شغل الحاجة اللي دركا غير مقبولة يعني طبيا وكامل. ماذا بينا توضح لنا هذه الصورة أستاذة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذا الاستضافة في هذا الحصة. مرحبا بك دكتورة، مرحبا بك. أولا عملية الختان هي عملية جراحية، يعني ماهيش حاجة بسيطة، يعني ماشي شيرجيكال، عملية جراحية سافو تو دير بالضبط، يعني سامبليك لازم تمارس من قبل أشخاص ما جراحين يعرفوا منومين اكزاكتومون، لازم يعرفوا الاناتومي تاع الجهاز التناسلي تاع الطفل، لازم يعرفوا، واذا كان صرا مشكل ولا حاجه كيفاش نداوي، ويديروا له لي زاناليز من قبل اكزاكتومون، لازم في مكان مختص داخل السبيطار ماشي في الدار، يعني ماشي في السوق فوالا اكزاكتومون. دونك لازم سامبليك بوكو دو شوز، اي لازم نو دي زاناليز، يفو فيغ دي ان بيلون سانغان شي نيمبورت كان اونفون، باسكو هاد العمليه الجراحيه هي اول عمليه راح ياخذها الطفل، قادر تكون اول عمليه، وقادر نكتشفوا في اغلب الحالات بعد امراض الدم بمناسبه هاد العمليه الجراحيه. الختان نديروا له لي بيلون بو فيغ اون سيركونسيزيون، نطيحوا في امراض، دونك ناجلوا العمليه هذيك اون اتوندون دو ديكسبلوري. جميل 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 جميل. كما قلنا لازم تكون في مكان مختص، يعني في مستحسن في المستشفى، لان المستشفى نجد اطباء تخدير، نجد بلوك اوبيراتوار، في البلوك اوبيراتوار لازم اون كا داكسيدون او بيان دونك ان رياكسيون اليرجيك، الطفل راهو في المستشفى.
والحمد لله دوكا في مع هاد الاخيره يعني نقصت لي براتيك اونسيان اللي كانت تندار بكري يعني كان الختان يجي للدار كان كما كنت تقول في الصوت ايه جيبوا الختان للدار حنا انا شخصيا اسكي باغي في ميم شوف كان يخطب كان نشبع انا ما داولنيش جابوا الختان للدار بون بكري على كل حال هذه رجع لسنوات اوائل السبعينيات كما يقولوا والحمد لله على كل حال ربي ستار كما يقولوا لانه دركا بالك حتى الوقت تغير يعني الوقت تغير دركا جاب لي ربي الجراثيم اكثر الامراض الجراثيم تاع دركا ماهيش كيما الجراثيم ماهيش كيما تاع بكري تاع بكري الجراثيم جونتي دركا دركا سي دي ملتي ريزيستون دونك يفو با كو هاد المناسبه تاع الفرح هذا ستغوتون اون درام فاميليال بالضبط وهذا مازال نشوفه بعد المضاعفات ودي كومبليكاسيون كي اريف دونك لا بلو فريكونت اون فوا دي زيموراجي كي تندار من طرف اشخاص غير ملمين بالجوانب تاع الاخر ما يعرفوش لاناتومي كومون ساس في كيفاش تندار عمليه الختان ماشي غير نقطعوا ونروحوا نو يا دي جيست افير كاين لي زانفيكسيون كي يعدوا كيما طرقتوا قلت الجراثيم تاع دركا ماشي كيما تاع بكري بالضبط دونك يا اوسي كاين دي فوا نطيحوا في مضاعفات اخطر يعني دي فوا لا قدر الله يصاب قطع كامل الجهاز التناسلي دونك سا انترين ان روتونتيسمون بسيكولوجيك سور لونفون اي سور لا فامي بالضبط بالضبط كاين مرات نلقاو ميم دي زاكسيدون ا ديستونس دونك الطفل اللي بوستوم يعني نو ا ديستونس يعني بعد ما العمليه بعد عمليه الختان بعد شهر ثلاثه اربعه قادر يتشكلوا مضاعفات دونك سي بور سا لازم العمليه هذه تندار وتطبق في من عند اشخاص مكلفين دكتوره حبيت نسالك من الاحسن الطفل احنا بكري كانوا يختنوا يقول لك ما تختنوش كي تكون سخانه بزاف دونك حبيت نعرف هل كاين فصل يعني اللي يكون مليح وبون دروك العلم تقدم على كل حال الطب تقدم هذه بالك بكري كانوا يجيبوا الختان للدار دونك كان لازم عنده ليكسبيريونس عنده ليكسبيريونس يقول لك لا لازم ما تكونش سخانه ولا على ليزانفكسيون ولا هل كاين فصل ولا دركا مع العلم تقدم العلم يقدروا يختنوا طيله السنه؟ نقدروا نختنوا في طيله السنه طيلة السنة طالما أن نحترموا قواعد الختان فيما في أدوات معقمة تعقيم ولا بون كونيسونس دونك دو لا تكنيك في أي وقت نقدر اي ميم ابخي لا سيركونسيزيون نمدوا حنا الدواء بور بريفونيغ لي زانفيكسيون اي بور بريفونيغ اوسي لي كومبليكاسيون اسكو يرجع لعندكم الطفل للمراقبة ولا إذا كانت كومبليكاسيون إذا كان الحمد لله يعني حالات غارمون وين يعاود يرجع مي سينو داكور باسكو يبرا في الأسبوع الأول يبرا في لانه طفل يعني السيلول تاعو سيرو جينير سيرتو قبل لاج دانون دونك عندهم ان كاباسيتي دو سيكاتريزاسيون رابيد تمتم يضبر الجرح تاعو بالضبط لا روجينيراسيون تاع لي سيلول تاعهم لي بلو رابيد سي دي زونفون يعني دونك لا سيكاتريزاسيون سو في لو بلو تري بيان اون سيمين هكذاك تو رونتر دون لوردر اي بارابور ا لا دولور الحمد لله دركا ماشي كيما بكري دركا سي ال انستيزي لوكال اي بور لي غون انفون دونك ندخلوهم بلوك دونك سي اون انستيزي جينيرال ما يشفاش على لا دولور هذيك تاع العمليه تاع الختان دونك داكور دونك لاباس الشيخ عبد الباسط كاين تقدم امين امهم دركا قال لك كي جا صغير هم يعرفوا بلي ما يشفاش يديروا انستيزي لوكال مي كي يشوفوه بلي كبر فاتو يعني كبر بزاف لازم يديروا انستيزي جينيرال كما قلت من قبيله ممكن تكون يعني تكون عنده اثار نفسيه على الطفل لكنه عندما يفيق يجد نفسه شخصا اخر في لحظه بالضبط في لحظه بالضبط يعني ربما هذه اوقع مليح انه الطفل في الختان مليح يكون صغير باش هاد الاثار هادي كلها ان شاء الله ما تكونش عنده ومادا بيا من خلال هاد الحصه ونترك الجانب لزميلتي لا بسيكولوج قبل ما يجي الطفل للختانة التحضير النفسي سا جو ان رول تري امبورطون مينيميزي من يجي صغير هكذا راح تتختن فو لو اكسبليكي فو ميم دي شيما هكذا ايتو ولا دونك كو سوا كيك شوز دان ايفينمون بيان باسكو كي دي فوا يجو دي زونفون نون بريباري ماشي واجدين يجي ديريكتومون روح نصوروا كل روح الاخر يجيبوه يعيط يسخى دونك اي يكذبوا عليه يقولوا راح نصوروا ولا راح حاجه صح دونك يفو فريمون شكرا 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 سيدة أمينة حريش مختصة اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل ما يقفناش باللي هذا سان فينومين سوسيال على كل حال في الواقع الاجتماعي الجزائري الختان شغل عرس أنا نظن باللي
ما نقدروش نختنوا وليدنا ولا بلا ما نعرضوا كاع لا فامي يجوا يفرحوا معنا وكامل كما قال الدكتوره. مليح اننا نراعي هذا الجانب الطبي باش هذا العرس هذا ما يتحولش الى كارثه ولا حاجه ولا اللي ندموا عليها وكامل، باش وليدنا يكبر بطريقه سليمه، ممكن يكون عنده اثار يعني على شهور ولا على سنين. ولا بدأ بينا تكلمينا على الجانب الاجتماعي، كيفاش الاسره الجزائريه تشوف هذا الختان وش هما لي براتيك يعني واش تغير من بكري لدرك وكامل، كيفاش الاسره الجزائريه تعيش هذا الختان هذا؟ اولا مرحبا بك يا زيد، يطول عمرك بالحضور الكريم في هذا الجو. شكرا شكرا. احنا نتكلموا على مناسبه سعيده في قلوب كل المسلمين والجزائريين، بالخصوص هي ختان الابناء، وهذا خاصه في شهر رمضان الفضيل اللي نعتبره هو من الاشهر الشهر المقدس من اشهر السنه. نشوفوا انه كما ذكرت سالفا هو شهر رمضان ومع الختان راح يعتبر عيد بالضبط بالنسبه للاسر الجزائريه. اذا اللي يروح يختن الابن تاعو يدير استعدادات، هذه الاستعدادات داخله في العادات والتقاليد، لكن احنا نتوقفوا عند الافراط في العادات والتقاليد. هنا هذا راح ياثر سلبا على الاسره. كيف ذلك؟ عندما نشوفوا انه زوجين يعني راجل وزوجته راهم بصدد الاستعداد لختان ابنه، خاصه اذا كان الابن الاكبر هو الاول في الاسره، يكون استعداد نقولوا استعداد مادي اكثر منه نفسي. وفي هذا السياق ذكرت الاستاذ الدكتوره الفاضله انه لازم نحضروا ابنائنا. عندما الطفل اللي رايح يقوم بعملية ختان وهي عملية جراحية لازم نحضره نفسيا. احنا للأسف عندما نريد أن نعاقب أبنائنا نقول له اسكت ولا نختنك. يعني هذه ولا عقوبة يعني، ويخيل له أنه سكين إلى آخره. يعني ونشوفها صدقوني يعني في 2017 وين نشوفها نعتبرها باللي ظاهرة سلبية جدا، وين نشوفوا أحيانا يكونوا يعني الوالدين مثقفين ومتعلمين ويرتكبوا هذا الخطأ الفادح. يعني يشوف التحضير النفسي يتجاهلوه. واش نقولوا كذلك؟ هو هذاك الطفل عندما يشوف دائما الجو مليح العادات نعرض الاسره ونحضر، لكن هو الى شاف انه الناس رايحين وجايين والغاشي في دارهم يقول لك ماذا سيحدث لي؟ يطرح سؤال يستغرب. هذا الجو يعني جو السعاده مليح، جو اننا نلتقي، الجو الاسري هذا معروف به الجزائري انه في المناسبه رايح يفرح معاه جاره يفرح معاه خوه، لكن لا نتمادى. كذلك نتكلموا من الناحيه الماديه، عندما يكون افراط وتبذير واسراف من اجل ختان ابن، واحيانا الامهات ونخاطبهم ونقول لهم احيانا الامهات يكونوا سبب دكتوره في تعطيل ختان ابنائهم. عندما تقول لك انا ما نختش الابن تاعي مانيش واجده مانيش واجده انا ما نعرفش واش توجده. صعب 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 صعب. انا ما نعرفش اختي يعني واش توجدي وجدي ابنك نفسيا. الختان سنه يعني نطهر كما يقولوا الطهاره ولدنا طهاره وكامل وخلاص. وجدي له ديري له امبيلون بالضبط. شوفي اختاري اين وش من العياده والمستشفيات الحمد لله موجوده وعندنا اخصائيين نحمد الله. هذا كلش يكون التحذير. احنا نشوفوا انه تعطل تخلي ابنها يولو 6 سنين والدكتورة يعني أدرى مني بالمضاعفات والشيخ من الناحية الدينية كذلك عطى تفسير، نشوفوا أنه يتعطل هذا الختان اللي هو سنة ونعتبره ضروري بسبب عادات وتقاليد وأطر ثقافية يزيد بالية. إذا نقول للأمهات رفقا بجيوب أزواجكن، وأحيانا يزيد يصرى مشكل عائلي وأسري بين الزوجين، تحب تدير لاصال وتحب تدير العشاء وتحب تدير وما يقدرش يعني شي العشاء ولاصال. ومن بعد وش يصرى؟ الأدهى أنه يتحول هذاك الفرح إلى قرح ويولي تزعف وتغضب وتروح لدارهم، وهذاك الطفل يقعد ضحيه بين صراع اسري ويحس روحه هو السبب، وهذا راح يجر موراه والله غير احيانا صدقوني ماشي وقت الفرح نقول هذا. لازم نكونوا موضوعيين موضوعيين, موضوعيين. اللي عنده معليش انه يبان عليه اثار نعمه الله، يعني النعمه لازم تبان على مولاها. اللي عنده معليش، ولكن انت ما عندكش معليش، هذا الشيء ماهوش ميزان لشخصيتك ولا لثقلك في المجتمع ولا الانسان الانسان باش يحبوه الناس كمان باخلاقه بالمعامله نتاعو كامل. يعني الانسان باش تبين هذيك المظاهر هذيك في اشياء كما هذه اللي هو ده ختان، يعني مساله دينيه وين ابننا راح يكون مختن على السنه وكامل،
ما كان لها نروحوا لها هذوك المصاريف هذوك اللي يعني ما عندهاش ماهيش موضوعيه وصدقني يعني في نهايه تدخل يزيد نشوفوا انه رغم التغير الاجتماعي الحاصل نشوفوا هذا التغير الاجتماعي مع التطور مع نشوفوا قاعات حفلات متعدده نشوفوا عادات جدد الا انه هذا راه يأثر في سلم القيم الموجوده في المجتمع الجزائري بالضبط لانه زمان كان يكون ختان ويكون ببساطه الان اصبح يخلق نوع من الفتنه يعني تولي تقول لك لي نوع من التباهي وليد جارتي ندير له حفل وندير له عرس وانا ابني لالا يعني هذا الامور راه يتاثر سلبا في تماسك الاسره الجزائريه اللي هي نواه المجتمع الجزائري. شكرا 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 استاذه. سيده صالحي ليلى ام راكي معنا تجربه حيه. سمعتي واش تكلمنا مع الضيوف الافاضل كيفاش كان الختان تاع وليدك كيفاش ختنتيه؟ يا هل ترى كان يعني نفسيا في الدار التحضير لا بريباراسيون كانت طويله مش طويله؟ اسكو خممتوا مقبل قال نختن وليدي العام الجاي ولا اسكو جات هكذا سبونتانيمون يعني بطريقه تلقائيه؟ وهل يعني درتوا عرس كبير يعني كان لازم جبتوا الاهل وكامل وفرحتوا به وكامل ولا يعني كانت حاجه عاديه وكامل؟ ماذا بينا تهضريني على التجربه الشخصيه تاعك. السلام عليكم. مرحبا بك. انا جد سعيده بوجودي بيناتكم هنا في هذا الله يخليك. مرحبا بك الاخ يزيد على هذه الاستضافه. كما تفضلوا قالوا الختان في بلادنا كل واحد كيفاش يشوفه. صح كاين اللي يشوفوا عرس كبير ومصروف وكاين اللي يشوفوا من جانب الديني وكاين اللي يشوفوا كذلك من جانب الطبي خاطرش كاين اهل اللي الطبيب يقول لهم لازم الختان دي فوا في بدايه هو دراسات اثبتت الدراسات باللي طفل مختن يعني يكون اكثر صحه من طفل مام حتى ولو كان الاهل ماشي كاع ناويين يختنوا مي لازم الختان باسكو دي فوا لي زانفيكسيون وهاد الاشياء بالضبط بالنسبه لي انا صح ختنت وليدي ماشي في سن مبكره كنت حابه نختنه في سن مبكره. شحال كان في عمره؟ في 5 سنوات. 5 سنوات يعني شويه كبر شويه يشفى 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 عليك يشفى شويه وهي هذا بسبب تخوفي سبب تخوف تاعي تاعك انت ولا تاعه هو؟ تاعي انا انا كأم شغل كنت شويه خايفه نقول مازال صغير مازال صغير يعني كنت متخوفة شوية كنت متخوفة كي زاد درت له عقيقة وكان كان الأب تاعو يقول لي نختنوه كيما كي كان في عمره 7 أيام بقيت نقول له صغير 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 عطلت ما كيلحق 5 سنين كان ديجا بدا البريسكولار ديالو شفت روحي قلت لا لازم نختنو دونك ديسيديت في شهر رمضان اللي 27 هي كنت جوستومون دوك نرجع للشيخ بزاف ناس انا كنت حابه في الشهر الكريم هذايا شفت مع ميدسان قبل شهر رمضان قلت له ناخذ موعد معك درت له لي زاناليز وختنته في ليله 27 في عياده طبيه الحمد لله وما كانش كومبليكاسيون ولا لا الحمد لله والله العظيم غير جازت ما شاء الله صح درت عشاء هكذا ما بين العائله ديالي ماشي حاجه كبيره ما درتلوش ميم با عرس والله ما درتلو عرس يعني هكذا هو كما قلت مقبله هو يعني ماشي عيب انه الانسان اللي عنده نعمه وقادر يدير طبعا يدير حفل وين يعرض الاقارب تاعو ويفرحوا معاه كامل ولكن كما قالت الاستاذه مقبله كاين الناس اللي في الافراط يروح يتسلف يروح يدير الدين يروح صح كذا هذاك اللي احنا حفله صغيره بسيطه مع الاهل انا نهار درت الختانه تاعي درت عشاء عرضت للعموم والخوال ودرنا الجدات كانوا حاضرين كانوا حيين حضروا فرحوا داروا له الحنه ديالو الله يبارك والحمد الله يبارك لله الله يبارك الحمد لله. دكتوره حبيت نسقسيك قلنا مقبله الاستاذه قالت لك ختنت وليدها في 5 سنين نظن باللي السن شويه كبر شويه حنا النصيحه اللي نعطوها للناس يختنوا الطفل في العام الاول ولا يعني هي من المستحسن ماشي العام ماشي الايام الاولى ماشي الايام الاولى مش اي واحد يعرف يختن باسكو في نشوفوا بزاف حالات يرجعوا لنا يتختن في الايام الاولى يختنوا في الايام الاولى ومن بعد يفيقوا وبعد يكبر شويه الطفل نقول لك سينيستيتيك باسكو الطفل الجلد تاع الطفل نمو كبير
يعني تبقى له بزاف لابو دونك يا بوكو دونفون كي سون اوبليجي كي يكبر شويه يعاودوا يديروا له الختانه. دونك هو السن الاحسن واش هو؟ بعد غير يبدا الطفل يمشي بعد لاج دو لا مارش سورتو للدراري اللي كاين بعض الاطفال يجوا شويه سمان شويه والاخر من المستحسن بعد ما يبدا الطفل يمشي يعني 12 شهر ببري 10 شهور من بعد لاج دو لا مارش يعني بعد ما يمشي الطفل يبدا الطفل يمشي كاين يمشي على 9 شهور كاين المهم كيبدا يمشي شويه نقدروا نخدموا وكاين في اغلب هذه الظاهره الجديده اللي عندنا في المجتمع انه العقيقه في الايام السابعه انا بكري نشفال ما كانتش عندنا هذه في السابع يجيب نوفوني صغير يجيبوه ويقول لك نختنوا اوكي هذه ظاهره جديده دخلت عندنا في المجتمع بكري سيتي دي زونبون يلحق 3 سنين 4 سنين يتختن عادي مي دركا اون فوا دو بليز اون بليز دو بارون يجيبوا ولادهم 7 ايام 21 14 21 يوم. احنا النصيحه اللي نعطوها لهم نقول لهم كي يمشي وليدكم كي يبدا يمشي سيدي سي بور ايفيتي باش نتجنبوا هذوك اللي يعني باش تعاودوا له ما تختنش مليح باسكو سمعت بها بزاف يرجع يقول لك انا وليدي يعاود يرجع يقول لك تختن كي كان صغير بزاف والاخر تختن ما راهيش مليحه يعاود يشوف الطبيب يلقى صح لازم تتعاود الختانه هذيك لازم تتعاود دونك اون فا سوبيغ ان اوتر شوك بور لونفون سي سا باش فاش عليها كي كان صغير دونك حنا نقولوا للناس ختانه من المستحسن انها تكون في الشهور الاولى تاع المشي تاع المشي تاع الطفل استاذ عبد الباسط الجزائري الامام نشوفوا الناس بزاف يحبوا يختنوا ليل 27 هل فيها حكمه ولا يعني الختان ما يهمش ولكن لاحظنا بالجزائريين كاع يحبوا يختنوا ليل 27 هل هناك حكمه من هذا؟ هو الظاهره هذه توسعت كثيرا بالضبط قبل ان اجيبك أردت أن أقول كلمة ولو تفضل تفضل أستاذ إضافة إلى الأخت الأخصائية النفسية التباهي في هذه المناسبات أصبح الآن يعني شيء أصبح واجب وتحدث عليه آثار يعني سيئة بالضبط في عرس من الأعراس ماذا كم يعني دفع أحد الأشخاص من أجل بارود 70 مليون 70 مليون غير بارود 70 مليون تراب سبحان الله صداع شحال كان يقدر يوكل منها من عائله فقيره هول ولا يكسي هول من يتيم هول كانه زلزال صداع للناس تهويل للناس سبحان الله الاطفال الشارع المجتمع ولذلك البركه البركه ذهبت خلاص بركه لماذا؟ لأن الإنسان لو يشوف عرس أو زواج أو ختان أو كذا يقول ما شاء الله بالضبط لكنه أصبح الآن هذا العرس وهذا الختان تصحبه يصحبه الأذى بالضبط وش يقول هذاك الإنسان؟ يقول عكس ما قال ما شاء الله سبحان الله سبحان الله سبحان أعود سبحان إلى سؤالك شكرا أستاذ بعض الأطباء يقولون بأن هذه الظاهرة تاع الختان ليلة 27 يكون فيها العدد تاع اللي يتختنوا الاطفال عدد كثير يعني يؤدي الى الاكتظاظ هذا الاكتظاظ يؤدي الى عدم اتقان عمليه الختان او انه يقوم بهذه العمليه من ليس مختصا كما وقع في مدينه الخروب في قسنطينه في 2005 يعني 17 صبي كارثه منهم من بوتر جهازه التناسلي ومنهم من ثم انه الان في هذا الزمن الذي نحن فيه ليس كالماضي الماضي كان الكون طاهر بالضبط كانت بالضبط كانت الدنيا طاهره جراثيم كانوا جونتي نعم كانوا عاقلين الحلاق جراثيم كان الحلاق الموسى الذي يحمله في الحلاقه بالضبط هو الذي يختن به بالضبط وليس هناك مشاكل بالضبط قد تكون قد تكون هناك مشاكل ولكن ليست بهذا الحجم الذي نحن فيه الآن رغم هناك أجهزة التخدير وسائل التخدير الأطباء وكذا إذن فهذه ليلة 27 ليس لها أصل في الدين وإنما هي تعود الناس في رمضان ليالي المباركة وكذا يتبركوا بها نعم بركة يعني الناس فقط احنا نقول لهم باللي يحبوا يجنبوا نعم الاكتظاظ المستحب نعم المستحب يكون في اليوم السابع قلنا المستحب وليس الواجب وبعد ذلك
كما ذكرت الدكتورة سن المشي عامين سن المشي كذا إلى 5 سنوات إلى 6 سنوات. عندنا في المذهب المالكي يقولون بأن الختان يكون في سن 6 أو 7، وليس في هذا إشكال. هي يعني تشوف من جانب الطبي يعني اكتمال. نعم. يعني لما تختن طفل هو كبير شوية يعني تتحكم أكثر في الأجهزة نتاعه. نعم. يعني نعم بالضبط بالضبط. شكرا أستاذ، شكرا. الله يخليك الله يخليك الله يخليك. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معنا من هذا الموضوع تاع الختان. لازم تدوا ولادكم للعيادات الطبية المختصة، ما تختنوهمش وين جات، لأنه هذا قادر تكون عنده عواقب وخيمة. وكذلك ماشي شرط أنكم تختنوهم في ليلة 27 إذا كان الاقتضاء كامل، ختنوهم الوقت اللي تحبوا، ما تصرفوش بزاف. إذا تقدروا تواصلوا معنا عبر موقع الإنترنت ولادنا تحت جناحنا.com ولا صفحة الفيسبوك ولادنا تحت جناحنا. سلام. من حقنا ندرس ونتعلم حتى ننجح نبذل جهدا، نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولبلدنا. نحب الجري في كل مكان، حق اللعب يزيدنا فرحة، وكذا علاجنا بالمجان حتى ننعم بالصحة. من حق للعقول ولا مدلولة، تلعب تحيا بسلم أمان، نفوسنا عنها مسؤولة.